اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل مع حضراتكم في هذه الفقره. معانا الابطال، الابطال اللي جامدين جدا، فريق كره السله سيدات للنادي الاهلي، خدوا ما شاء الله كل البطولات. ممكن تبقى بطل وهي صعب انك توصل لكده، ولكن الاصعب انك تستمر في مشوار البطوله. كل بطوله ما شاء الله بيخشوها بيجتهدوا بيحققوها، حاجه جميله جدا. وصراحه لينا الفخر ان احنا يكونوا في ضيافتنا النهارده معي ومع حضراتكم ابطال وبطلات كرة السلة في النادي الاهلي. هبتدي الاول بالمدرب العام للفريق كابتن محمد جاد. مساء الخير يا كابتن، الف مبروك. الله يبارك فيك، شرفنا ونورنا في قناة النادي. الشرف لينا، ربنا يخليك، شكرا. وهبتدي بكابتن وقائد الفريق الكابتن دينا عمرو. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، ازيك؟ الله يخليك، ميرسي جدا. الف مبروك على الشغل الكبير بتاع السنة. الحمد لله الحمد لله. كابتن سهيل هشام، مساء الخير يا كابتن. مساء النور، منورانا. ميرسي، الف مبروك كده على الله يبارك فيك. في حاجه غريبه، انتوا لابسين ابيض ليه؟ مش عارفه. هي جت كده يعني. وايضا الدكتور ريهام انور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن، منورانا النهارده. الف مبروك، شغل كبير جدا. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. كابتن محمد، السنه دي موسم استثنائي يعتبر، كل البطولات شغل كبير جدا، ماتشات بتخسر يعني بتخلص في اخر ثانيه. ازاي قدرتوا تجمعوا كل البطولات دي؟ هو مبدئيا بفضل الله، يعني ده حصيل التدريب سنتين. احنا لما تولينا المهمه كابتن ايهاب، كان دورنا ان احنا نغير الفكر اللعيبه. كان دايما الكابتن ايهاب بيقول كده، ان احنا عايزين نحط شخصيه البطل، نزرع ده جوه اللعيبه. بفضل الله توفقنا ان احنا نحقق 75% من اللي كان المفروض ان احنا نحققه الموسم اللي فات، وقدرنا ان احنا نكمل ده الموسم ده الحمد لله. ان احنا يعني العزم واللعيبه كمان قبلنا، ان احنا ما فيش بطوله ندخل فيها الا لما لازم ان شاء الله نكسبها، لان هو النادي الاهلي معودنا، احنا متعودين جوه النادي الاهلي من ايام حتى ما كنا بنلعب على كده. النادي الاهلي لازم المركز الاول. يعني انتم موضوع الفريق هو عباره عن مشروع طبعا طويل المدى، يعني انت خدتوه بتبصوا مش بس على السيزون اللي انتوا الاولاني، لا بتتكلموا على سيزون 2 و3، بتعدوا فرقه جيده. خدتوا قد ايه وقت كده؟ هو السبب في كده ان يعني فرقه الباسكت كانت من الفرق اللي هي مثلا في النادي الاهلي مش بتحقق. يعني لما جينا كابتن ايهاب يعني تولى المهمه، كانوا حاقين المركز الرابع. فكان عشان حضرتك تتنقل من المكان ده للمكان اللي انت تبقى بطل، تقدر تحافظ على كل البطولات، تحط اسم النادي الاهلي في المكان اللي يليق بيه، ده اتطلب مننا يعني نقط كتير. بنعمل قبل كده يعني حاجات زي اناليسيس كده للحاجات المطلوبه، ايه اللي ناقصنا في الشغل، ايه اللي احنا المفروض نحققه. فطبعا ده بيبقى محتاج يعني لونج بلان، ياخد مننا وقت. بفضل الله ان احنا اشتغلنا على ده ونسينا اللي فات وبدانا، وفضل الله الحمد لله خطوه خطوه كده قدرنا الحمد لله نحقق ده ونخلي النادي الاهلي في المكان اللي يليق بيه. الصراحه حاجه جميله جدا، واسعدتونا، وكل شويه بتكسبوا بطوله فكلنا بنفرح. انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش الا بالبطوله، حتى لو هو ما عندوش فكره مثلا على الباسكت بول، بس هو عايز يشوف النادي الاهلي رقم واحد. طبعا هو النادي الاهلي رقم واحد وده مكانه، مع ان المنافسه في الباسكت اصعب من الالعاب الثانيه، يعني في منافسين كتير، ثلاث واربع وخمس فرق بينافسوا، غير مثلا الفولي وغير الهاندبول بيكون فريق او اثنين اللي جوه المنافسه. لكن فعلا هم لعيبه على قد المسؤوليه وقدروا يعني يحققوا ده، لان هم من غيرهم مش هتقدر تعمل ده. حاجه جميله جدا. كابتن دينا قائد وكابتن الفرقه، وانت عليكي مهمه صعبه، جهاز فني جه بمشروع وعايزين تطلعوا المركز الاول، ازاي بقى قدرتي تتواصلي مع زمايلك وتوصلوا للدرجه الاولى ان انتوا تبقوا الابطال في كل البطولات؟ هو الحمد لله كده احنا بقالنا سنتين، يعني كابتن ايهاب بقاله سنتين معانا لحد دلوقتي، هو كابتن جاد واللعيبه كلها تقريبا. الموضوع بدأ من بدري، يعني هو مش من قريب، فكابتن ايهاب فضل فعلا ان هو يتكلم معانا ويحمسنا اول باول ويزرع فينا حاجات هي فعلا كانت غايبه بقالها كتير عننا. يمكن في اول سنه الموضوع، او مش اول سنه كلها، بس اول كام شهر الدنيا كانت صعبه شويه، بس بعد كده احنا تأقلمنا عليه وهو تأقلم علينا، وكلنا بقينا ايد واحده، الفرقه وجهاز ولاعيبه وكل الناس. فمع الوقت الحمد لله الدنيا بقت احسن شويه واسهل شويه، ودين السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نحقق بطولتين. السنه دي الحمد لله احنا خدنا الاربعه، وباذن الله نقدر ان احنا نعمل حاجه برده في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. سهيلة، عندك السنه دي منافسين اقوياء جدا، كان في ماتشات يمكن خلصت في اخر ثانيتين. طول السيزون بتفكروا في منافس واحد ولا بتاخدوا كل ماتش بماتش؟
بص فعلا السنه دي الفرق كلها قريبه من بعضها جدا، مش بتبقى داخل عارف انت ان انت هتكسب الماتش ده اكيد. كل ماتش طبعا بناخد كل ماتش بماتشه، فالمنافسه كانت صعبه جدا السنه دي. بس كده يعني مفيش ماتشات حسيت ان هي مثلا قبل الماتش الموضوع صعب عليكم، ممكن يكون داي اوف وقدرتوا تعملوا كومباك؟ دايما الكابتن كان فعلا بيقول لنا قبل كل ماتش ان هو بيبقى قلقان من الماتش، قلقان مننا احنا، مش قلقان من الفرق التانية، مش بيبقى عارف احنا حالتنا هتبقى عامله ازاي في الماتش. بس الفرق كلها بنبقى نازلين ما زي ما بقولك مش متاكدين خالص ان احنا هنكسب، فعشان كده بناخد كل ماتش بماتشه، واكيد كل الفرقه بيبقى ليها الدي اوف بتاعها، فبنحاول ان احنا نعمل بقدر ما يعني على قد ما احنا يعني عايزين نلعب كويس. بالظبط. بنحاول ان احنا نركز قوي عشان نكسب الماتش. دكتور ريام، فيزيوثيرابيست والعلاج الطبيعي دي من اهم الحاجات الموجوده في الرياضه دلوقتي، واكيد بالنسبه لمعاكي فريق عندكم سيزون متلاحم، ماتشات كتير جدا، عندك اصابات واصابات يعني ممكن يبقى عناصر تصنع فارق فعلا، الباسكت بيحتاج السكواد كله. ده حصل فعلا. اتكلمينا عن السيزون بالنسبه لك كجهاز، يعني نجاحك نجاح جهاز كله. هو في السيزون تعرضنا لاصابات كتير جدا، واصابات مش سهله طولت معانا شويه، يعني اصابات يعني التاهيل بتاعها بيطول شويه. منها مثلا سهيله جالها في اول سيزون جزع في الرباط الصليبي الخلفي وقعدت شهر تقريبا، ونفس الاصابه دي جت لنور في المجمعه الاولى اللي في اسكندريه وبتاهل دلوقتي. في برضو اصابات تانية كتير مثلا زي منى يحيى، زي في بقى الانكل سبرين اللي هو زي التقه اتجبست، لا واتجبست وجالها قطع في الرباط في الاوطاء في الاربطه في الانكل. والله بس احنا يعني الحمد لله بنحاول ان احنا نهندل الدنيا عشان الفرقه تقوم مع بعض وكله يشارك، و ويعني كلنا ايد واحده. بيلتزموا طيب بالسكادول اللي انت بتحطوه؟ لا هم بيبقوا كتير على نفسهم، هم بيستعجلوا، بس انا ببقى ايه يعني في ليميت، يعني مثلا ممكن انزلهم واحده واحده مش فول باور، وفي لا يعني استني شويه مش هينفع دلوقتي، فهم كمان بيزنوا عليا قوي، يعني هم بيحاولوا ان هم بيبذلوا يعني اكتر حاجه عشان ينزلوا الملعب بسرعه عشان يبقوا جاهزين. دينا، السنه دي انتوا ابتديتوا بأنهي بطوله؟ بطوله المرتبط كانت اول حاجه، السنه دي. طيب بدايه السيزون وانتوا داخلين البطوله دي يعني برضو التارجت بتاعكم احنا هنبقى رقم واحد وهنكسبها ازاي، ولا احنا نازلين ونجمع نفسينا نشوف السيزون هيبدأ بدايته ازاي؟ لا هو طبعا احنا الحمد لله كده احنا بقالنا 4 سنين احنا ابطال مرتبط، البطوله دي ما خرجتش من النادي بقالها كتير جدا، فبالنسبه لنا احنا نتائجنا بتبقى مترتبه على نتائج ال 16، فال 16 بتاعتنا، فالبوينتس بتاعتنا على البوينتس بتاعتهم، فاحنا هم دايما بيبقوا مركزين هم لا يعني عندهم الماتشات بتاعتهم فهم لازم يكسبوها، في ماتش هم وقعوه احنا، بس احنا قدرنا ان احنا نعوضه. بعد كده لا نازلين بقى كل الجيمز ان احنا عايزين نكسب البطوله، يعني دي فيرست ستيب في السيزون، فعايزين ان احنا ناخدها عشان نروح للي بعدها. وده اللي بيبتدي قوي بيكمل. ما بالظبط. واحنا الحمد لله كنا فعلا بادئين بدايه قويه جدا، حتى يعني كان فتره الاعداد كانت عندنا عاليه جدا جدا جدا. لا جدا الحمد لله. يعني. لا جدا، يعني كابتن جاد الصراحه تعب معانا قوي في فتره الاعداد دي. طب وسهيله تعبت ولا انت؟ جدا يعني لا فعلا جدا، كلنا فعلا عملنا مجهود فعلا، فتره الاعداد ده كان عالي قوي. فده اللي كان دايما مخلينا في الاول احنا حتى الفرق السكورات بتاعتنا كانت دايما بتبقى يعني 20 بوينت 30 بوينت، واحنا مش بنبقى تعبانين والروتيشن بيلف على الفرقه كويس قوي. فالحمد لله احنا كانت اول خطوه لينا السنه دي بعد السنه اللي فاتت الدوري المرتبط بتاعنا، وقدرنا ان احنا الحمد لله ناخده. بعديها بقى جت المنطقه، بطوله المنطقه، وهي كانت بطوله بقالها كتير برده مش بتتلعب اصلا، ساعات كان بتتلغي. السنه اللي فاتت كنا خدنا فيها تاني، والسنه دي الحمد لله مين اللي خد المركز الاول؟ كان الجزيره. السنه دي كسبتوا الجزيره؟ كسبناهم، وهو كان الماتش الاخراني الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبه. وبعدين بعد ما خلصنا بطوله المنطقه بقينا عايزين الهدف اللي بعده كان الكاس، فالحمد لله قدرنا برضو ان احنا ناخد الكاس. كاس برضو بقاله سنتين في النادي، كان برضو غايب بقاله فتره، والسنه دي تاني سنه الحمد لله خلصنا الكاس، ركزنا بقى في الدوري، مشينا الدوري الحمد لله خطوه خطوه. هو يعني الحمد لله احنا ما خسرناش في الدوري غير ماتشين منهم، حتى ماتش كان تحصيل حاصل ما كانش فارق في اي حاجه،
فهو يعتبر توتال الجيمات اللي احنا خسرناها السنه دي هو ماتش واحد. طب انت بالنسبه لك انهي اصعب بطوله بالاربعه؟ هو يمكن بتبقى اصعب حاجه هي الكاس، لان الكاس مالوش تعويض. الكاس انت لو خسرت ماتش انت ما بتكملش، نوك اوت على طول بالظبط. فهو ده فهم بتبقى اصعب حاجه، انما باقي الحاجات لا، ممكن فرقه تكعب الفرقه، اي حاجه وارده ان هي تحصل. مش كل فرق بتكسب كل ماتشات ورا بعض، خصوصا ان باقي الماتشات بتبقى بوينتس. فانت لما طول ما انت كسبان طول ما انت بتاخد بوينتس، وما بتيجي تدخل الدورات المجمعه بتدخل بالحاجات اللي انت اخدتها طول الفتره يعني. فعشان كده الكاس هو تقريبا اصعب حاجه يعني. كابتن محمد، السنه دي كان عندكم صعوبات ان كان في فتره من فترات ما فيش ملاعب عشان البطولات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي بتتم تنظيمها، ازاي قدرتوا تعوضوا الموضوع ده؟ بصراحه في موضوع ان احنا يعني بسبب البطولات اللي بينظمها النادي الاهلي، اكتر حد كان مساعد لينا البنات. ودي من الحاجات بصراحه اللي كنت بكلم حضرتك عليها في البدايه، للكابتن ايهاب كان جاي في بدايه الموسم اللي فات عايز يزرعها، ان هم يبداوا يتغيروا، يبقى عندهم شخصيه البطوله. في ناس مثلا زي دينا زي سهيله، في المكان اللي كنا بنتمرن فيه اللي هي صاله شلال الدخان، ده مكان ممكن يكون بعيد جدا عن مكان شغلهم او مكان سكنهم يعني البيت، ولكن في كل الاوقات تلاقيهم قبل التمرين بربع ساعه موجودين، لو في تمرين جيم تلاقيهم ملتزمين. ده من الحاجات اللي سهلت علينا، احنا كنا حاسين ده هيواجهنا بصعوبات ان احنا نغير ملعبنا وان احنا نلعب على ملعب تاني، وبالذات ان الدوري عندنا سيزون طويل بنلعب جوه ملعبنا وبره ملعبنا. فاللي وفقنا الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم بصراحه الاصرار من البنات ان هم لا، حتى لو اتغير الملعب، حتى لو ايه، احنا لينا هدف ان احنا عايزين نرجع بطوله غايبه بقى لها سنين طويله عن النادي. الهدف هو اللي بيجمع طبعا. يعني تخطي صعوبات، بالنسبه لكم دي صعوبات كبيره ان انت ما تلعبش على ملعبك يعني، ما تتمرنش عليه بالظبط. بدانا نغير حتى شكل التمارين بتاعنا، حتى في السكادجول اللي كنا بنحطها مع كابتن ايهاب ان احنا بنزود حاجات معينه جوه التمرين عشان يبداوا يتعودوا على الملعب ده، ارضيته، الحلق، الابعاد بتاعت الملعب. هي بتفرق المسافات يا كابتن؟ لا، المسافات ثابته، ولكن دايما يعني الواحد بيلعب على ملعب معين ملعبه بيبقى عارف، بتبقى حافظ كل حاجه فيه. الحلقه من المكان ده افضل، انا ايدي مظبوطه على المكان من هنا. هم بصراحه قدروا ان هم يستوعبوا ده بسرعه، وعشان كده الحمد لله قدرنا نجتاز ده، وبنلعب على الملعب كانه ملعبنا بالظبط. صحيح. انتوا بتتمرنوا كم يوم في الاسبوع؟ احنا بنريح يوم واحد بس في الاسبوع. يعني بتتمرنوا مين لي ستة؟ طيب، حاسه ان انتوا عددكم القوي ده اللي خلاكم تكسبوا كل البطولات ده؟ بالظبط. احنا اول ثلاث شهور فضلنا نعمل اعداد قوي جدا، تراك وجيم وباسكت، كنا بنمشي الثلاثه مع بعض، وبصراحه دي الحاجه اللي وقفتنا على رجلينا لحد الاخر. يعني بالنسبه لكم كبنات، يعني الهاي انتنسيتي تريننج ده، التمرين الشاق، ما بيبقاش يعني بتبعدوا عنه شويه ولا بتبقوا خلاص؟ بص، اول السنه لا، بيبقى محتاج ان احنا طبعا نبقى في يعني هاي انتنس في التمرين، بس مع الوقت والسكادجول بتاعنا لا، بنبدا نقل مع الماتشات، مش بنفضل طول ال بس انتوا بالنسبه لكم قابلينه ان انتوا تتمرني كويس عشان تبقي جاهزه، ما عنديش مشكله يعني؟ اكيد ما عندناش مشكله، عشان احنا التارجت بتاعنا ان احنا نكسب، فالمكسب مش بيجي بالسهوله دي يعني، مش بيجي ان احنا نتمرن بالراحه وعلى مهلنا، لا، بيبقى محتاج مننا مجهود اعلى شويه عشان نحقق حاجه. طب مين الفرقه اللي انت حسيتي ان هم فيزيكلي او بدنيا عاليين قوي؟ في والله سبورتنج وسموحه، هما الاثنين يعني شويه زينا بصراحة. بان في الاخر خالص، في اخر بطولة دي بان ان احنا فارقين عن الناس كلها، بدليل ان احنا الحمد لله في الدورتين المجمعتين كسبانين الفرق كلها 20 بلس يعني. مفيش فرقة، كل الفرق في الاول كانت ماشية معانا بوينت بوينت بوينت، بس صراحة في اخر كوارتر خالص لا، بنكون فارقين عنهم 20 بوينت يعني. والفرق الكبير دوت حاسة ان هو من الشغل اللي طبعا الشغل القوي ده يا دكتور اكيد بيطلع لك يعني مشاكل، بيطلع لنا شوية اصابات. طب برضو على مدار السيزون كله، انتوا خطتكم كانت ايه في الجهاز بقى؟ لازم استريتشات مهمه جدا جدا قبل التمرين وبعد التمرين، ده اهم، والتلج بعد التمرين ده اهم برضو. في يوم الراحه ده بيبقى الريكفري، طبعا اهم حاجه النوم طبعا، ان هم يناموا ساعات كافيه، الاكل يكون كويس جدا،
وده برضو بنحاول نركز عليه في المعسكرات، ان هو ما فيش الديزرتس والحاجات دي بالليل او الوجبه اللي هي اللي قبل الماتش. صعبه قوي لا والله، بنعمل شوكليتس اكيد، ده يعني صعبه جدا. كنا ملتزمين والله كنا ملتزمين بجد. محمد هو فاهمني يعني، هم يرد، هم الصراحه يعني كان عندهم الاحساس ده، يعني هم اللي عندهم الرغبه، هم اللي عايزين يعملوا كده، هم اللي بيدوروا مع الدكتور. يعني دينا كانت بتشيك عليهم؟ اه طبعا. لا هي لازم قدوه. اه لا هي كانت دكتور يعني الصراحه، لا هو خلاص الكلمه اتقالت خلاص، طب يعني طب ممكن حته، طب مش لا خلاص ما ينفعش عشان خاطري نتحايل بقى. الدكتور يعني حقيقه يعني مش عشان هي موجوده والله، كانت بتعمل مجهود مش عادي، فوق العادي يعني. حتى البنات على طول باستمرار، اوقات كنت بلاقيها مش ما بتنامش، تيجي مالك يا دكتوره مش قادره عايزه تنام ليه؟ البنات على طول عندها هنا في الاوضه بتشيك على الناس كلها، هنا سهيله هنا دينا، ده محتاجه حاجه ده محتاج حاجه. بصراحه كانت بتعمل مجهود فوق العادي يعني الصراحه. ودي اضافه الجهاز يا كابتن، يعني هو دايما الناس بتبص لاي جهاز على المدير الفني فقط، المدير الفني بيبقى عنده مساعدين في كل التخصصات، سواء في الاداره الفنيه، سواء في الجهاز الطبي، سواء في الاعداد البدني، في كل تخصصات، عشان كده بيبقى مدير فني لكل المنظومه دي عشان نوصل للتارجت. دينا السنه دي موسم استثنائي للغايه بالنسبه لك في الكارير، برضو عايز اعرف منك السيزون ده في نقاط كانت صعبه، ايه اصعب النقاط اللي كانت بالنسبه لك انت وانت قائد الكابتن نادي؟ هو اول حاجه طبعا انه احنا السنه اللي فاتت ما قدرناش ان احنا كنا نحقق الدوري، وده كان بالنسبه لنا تريننج بوينت كبيره جدا للسنه دي. السنه اللي فاتت خسرناه بعد ماتش فيصل، فده فعلا زعلنا كلنا جدا، واحنا ما كناش يعني بالعكس احنا ما كناش مبسوطين، كنا فعلا متضايقين. بس الحمد لله كان عندنا بقى اصرار من اول السيزون ده، لا ان احنا السنه اللي فاتت اللي حصل ده هو ان شاء الله انا مش هيتكرر تاني. فالموضوع هو ما كانش سهل، ففعلا احنا معظمنا ان ما كانش كلنا احنا جينا على حاجات كتيره جدا. معظمنا بيدرس لسه، وفي مننا ثلاثة بيشتغلوا. انتوا معدل الاعمال عندكم مش لا 24 فيما تحت يعني، مفيش اكتر من كده. فالموضوع كان الناس بتيجي على جامعاتها كتير قوي وامتحاناتها، وده غير طبعا بقى اللايف ستايل اللي بره طبعا اتاثرت كتير جدا. بس احنا كنا بنقول يعني معلش هنيجي على نفسنا دلوقتي، وان شاء الله كمان شويه ده هيتعوض عادي، انما البطولات والحاجات دي عمرها ما هتيجي تاني. ف this is our time ان احنا كنا نعمل كده، واحنا كنا ناويين على ده من السنه اللي فاتت. ففعلا السنه دي سيزون ما كانش سهل خالص من بدايته، كان كمان سيزون طويل قوي، احنا بادئين من شهر 10. كان في جمهور عندكم في ماتشات؟ نعم كان في جمهور. لا الجمهور ممنوع. ممنوع بس كنا بنتمنى يعني. يعني احنا فعلا كنا دايما بنتمنى انه احنا عايزين الجمهور يرجع تاني، بس هو كده حاجه مش بايدينا. بس ده حق يعني، حتى ما كان بيجي لنا اي حد من اولياء الامور او كده بنبقى فرحانين، بس نفسنا الناس كلها تبقى موجوده ان تشوف المجهود ده. سهيله برضه عايز اسالك على نفس السؤال، جمهور النادي الاهلي حاسه ان انت في اضافه كبيره ممنوع عنك؟ طبعا الجمهور بيفرق قوي مع نفس يعني مع نفسيتنا احنا واحنا بنلعب، لا بيديك بوش وبيديك حماس اكتر لا بنبقى عايزين يعني الجمهور طبعا يعني بيفرق يعني غير الاهل يعني اكيد الاهل برضو بيبوش يعني بس لا التشجيع والحماس اللي هم بيبقوا فيه يعني اكيد بيفرق قوي مع اللعيبه. كابتن محمد شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله كده دايما تيجي لنا البطولات. شكرا ربنا يخليك، شكرا جزيلا. دكتور ريهام شرفتينا ونورتينا، والف مبروك ويعني الله يبارك في حضرتك. شكرا ربنا يخليك. كابتن سهيله شرفتينا ونورتينا. شكرا. كابتن دينا طلعينا فاصل. اوكي نطلع فاصل. لا بصي للكاميرا كده وتحكي وقولي هنطلع فاصل وهنستقبل بقى بقيه النجمات. خلاص نطلع فاصل دلوقتي ونستقبل بقيه النجمات. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقرتنا واحتفالنا. الكاسات وصلت زي ما حضراتكم شفتوا كده، يعني المنظر اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. يعني انا الحمد لله النهارده في ناس كتير قوي هتحسدني، في 5 كاسات كانوا معايا النهارده ولا 6، فحاجه جميله جدا. يعني الكاسات لما بتوصل الواحد بيفرح، لان بيحس قد ايه النادي الاهلي ده عظيم، قد ايه ان انت
تتعب عشان تحقق بطولة عشان تسعد ناس، وقد ايه ابطالك بيدولك اللي انت عايزه، بيوصلك الرسالة، رسالة ان النادي الاهلي تعمل عشان يكسب بطولات، بس بيكسبها بطريقته هو، بفلسفته هو، عشان كده دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. تشرف مع حضراتكم اني استقبل كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والمدير الفني لفريق كرة السلة السيدات كابتن ايهاب الالفي. الف الف مبروك كابتن، ما شاء الله يعني كاسات كتير جدا. الله يبارك فيك وربنا يخليك. يعني موسم شاق وطويل، ويعني من بداية السيزون متواصل مع حضرتك ودايما حاسين ان في تعب وحاسين ان في مجهود، بس النهاية سعيدة جدا يا كابتن. الحمد لله رب العالمين، طبعا مفيش اسعد من كده الحمد لله، ان نفوز بالاربع بطولات وكمان نتوج بالدرع العام، ده الحمد لله كرم كبير من عند ربنا الحمد لله. الف مبروك ودايما كده ان شاء الله. فين يخليك معانا الكابتن هاله مصطفى. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، نور الدنيا كده ميرسي بنورك. وكاسات كتير يعني حاجات شغل عالي، الناس بتحسبكم انتوا جايين ماسكين الحاجات دي. اه تعب السنه كلها الحمد لله، يعني كسبنا في الاخر الحمد لله. الحمد لله ودايما كده يا رب يبقى فيه انجازات ان شاء الله. ايضا الدكتور مشيره الرشيدي اداريه الفريق. مساء الخير يا كابتن. انا اسف بقى لا كابتن، احنا عندنا بنقول لاي اداري كابتن. مع كابتن فعلا دي حاجه يعني الف مبروك، يعني انجاز جميل جدا والفرحه باينه على وش حضرتك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. سيزون طويل جدا وفعلا البنات تعبوا جدا جدا جدا، وكابتن ايهاب برضو كان شديد قوي معاهم، يعني ما كانش بيبقى في عندهم وقت راحه خالص يعني بصراحه. لا بس دلوقتي مستريحين. الحمد لله. كابتن جانا مصطفى مساء الخير يا كابتن. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله. فرحانه قوي بالكاسات. انجاز مهم ان انت تكسبي كل البطولات، صح؟ اكيد طبعا، دي حاجه حلوه. عن الانجاز ده بالنسبه لك ايه؟ انا طبعا دي تاني سنه انا ليا فيرست تيم، فبالنسبه لي ان انا ابقى موجوده في اول ان احنا نرجع يعني الدوري، دي حاجه كويسه قوي. بقالي 11 سنه ما دخلتش النادي، فبالنسبه لي ان انا اكون مشاركه وموجوده في ده، فدي حاجه طبعا كويسه جدا. طب التارجت ان انتوا ترجعوا بطوله بقالها كتير، وده معناه ان انتوا تشتغلوا اكتر، بالنسبه لك انت الشغل الاكتر دوت كنت مستقبلاه ازاي؟ طبعا كنت يعني متمرن في الاول، في اول سيزون جامد قوي، كان في تمارينات والجيم والتراك وكده، وبعد كده جه كان في اوف سيزون، كان في ناس عندها امتحانات وكده، فطبعا هدينا شويه كده، بس يعني حتى انا ما رضيتش اهدي برده، كنت بنزل جيم وشوت وكده عشان نفضل يعني على مستوانا كلنا نبقى موجودين نتمرن جامد يعني عشان ربنا يكرمنا باذن الله. كابتن ايهاب، موسم استثنائي كله انجازات وكله بطولات، ولكن اكيد تخطيطه بيبقى مختلف، خاصه ان البطوله او في بطولات كانت غايبه بقالها كتير النادي الاهلي. برضه عايز اعرف فكره حضرتك ازاي حطيت مع جهازك الفني باكمله فكر واستراتيجيه موسم يبقى استثنائي بهذا الشكل. هاخد كابتن فاروق اخر جمله، وهو الجهاز الفني. هو ربنا كرمني ان انا توفقت جدا جدا في الجهاز الفني، هو السبب في كل البطولات دي، ان ما نقدرش ان نعمل البطولات دي كلها بدون عمل جماعي ومنظومه واحده وجهاز فني. وبالمناسبه الناس اللي ما حضرتش التكريم النهارده يعني بعتذر لهم غصب عننا عشان الاستوديو والعدد، لكن ان شاء الله يبقى في حلقات ثانيه. حابب ان انا اشكره طبعا على الهواء في قناه النادي الاهلي كابتن موسى علي المدير الاداري، اللي دوره مش عايز ابالغ كان اكبر من دورنا كلنا مع كابتن مشيره في موضوع اداريا. كمان ما جاش كابتن عبد الله عادل اللي هو المحلل التقني او المحلل الفني، اللي ما كانش بينام ليل ونهار ايام الدورات المجمعه عشان يقدر يعمل الاستاتس بتاعت الفرقه، ومع كابتن جاد ان هو يقطع الماتشات والفيديوز وكده عشان اوريها للبنات واللاعبات في الميتنج. دوره بشكره وبحييه، ويعني الحمد لله ان هو قدر يستحملني الفتره اللي فاتت. كمان كابتن كريم صالح مخطط الاعمال من اول السيزون، وشغله باين ان الفرقه زي ما البنات قالوا في اللقاء الاول، ان الحمد لله احنا بدنيا بنفرق في اخر كوارتر، ده دليل ان في مخطط احمال بدني فاهم. كمان كابتن محمد البرنس في طوال القامه، هو متخصص في اللعيبه الطوال، بس اشتغل معاهم من اول السنه واشتغل مع كل المراحل السنيه، ف
فمش عايز انسى حد يعني، كان معانا الدكتوره راودي في اول السيزون كانت موجوده، مش عايز انسى حد يعني. لكن بس ما شاء الله كابتن حضرتك بتكلمني يعني جهاز على اعلى فعلا مرحله او اعلى ليفل من البروفيشنال، يعني انت كل حاجه فيها تخصص، تخصص مدي مساحه للناس انها تبدع كمان مش بس تشتغل، وده معناه ان انت يعني قدرت توصل للاستراتيجيه الصح. الحمد لله هو ده النجاح يعني، هو بدايه الاختيار الجهاز مع طبعا الدكتورة ريهام دي، هي يعني صراحة أساس الفريق، احنا محظوظين ان هي موجودة معنا، فده كل ده بفضل الله مع الدكتور محمد جد. يعني علما وخلقا وتدريبا ما شاء الله. في النهاية كل حد فينا ليه دور، وبنشوف مصلحة الفرقة فين، وفي الآخر بنجتمع عليه. في النهاية البنات هم بقى اللي بيشتغلوا، هم اللي بيترجموا، هم اللي بيترجموا الكلام دوت. لعيبة رجالة طول عمري بقول عليهم هم بنات النادي الأهلي رجالة أكتر من مرة، ومصر إن أنا أقول كده. ما حسيتش مرة إن عندي إصابات أو عندي غيابات أو عندي حد ناقص من السنة اللي فاتت. بحييهم، تعبوا جدا من السنة اللي فاتت وضعفنا عدد ساعات تدريب عشان نوصل ونرجع البطولات للنادي الاهلي بعد غياب 11 سنه الدوري من 2007، اخر دوري كان كابتن طال غنام. ان احنا نرجعه بعد 11 سنه بعتبر ده انجاز كبير جدا. احنا معنا على الهاتف استاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم والف مبروك. مساء النور يا محمد، ازيك الله يبارك فيك. يعني تحيات وتحيات كابتن ايهاب الالفي، وطبعا بطلات كره السله سيدات في النادي الاهلي، لكن موسم استثنائي، دعم كبير جدا مجلس اداره النادي الاهلي، وفي الاخير ما شاء الله تسعيد بكل البطولات. لا الحمد لله، طبعا انا في البدايه بحب اوجه تحيه للكابتن ايهاب والمشيره والجنه وهاله. الحقيقه فريق السله سيدات الاهلي فريق مميز جدا، حقق الحمد لله نجاحات كبيره قوي السنه دي. كل البطولات يمكن اللي شاركوا فيها الحمد لله كان فيها تفوق كبير ونجاحات. الفريق الحمد لله كمان عنده اصرار الاهلي وروح الاهلي دايما، يمكن في مناسبات كتير ومباريات كتير كانوا بيخلصوا الجيم في اخر دقيقه او اخر ثانيه، فده يمكن تميز للفريق ده، واحنا طبعا كل الدعم اكيد ليه من مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور محمد، كنت متوقع هذا الكم من البطولات؟ يعني الاربع بطولات ما شاء الله اللي بيخشوها يكسبوها؟ والله لا، هو الحقيقي الفريق ماشي يمكن بخطى ثابته من السنه اللي فاتت كمان، وماشيين بشكل كويس، وفي الحمد لله تطور كده في ادائه من وقت للتاني. والحقيقه لا يعني كنا شيء متوقع بالنسبه لنا ان هم يحققوا البطولات دي، ما كانتش مفاجاه، لان انت لما بتتابعهم او بتشوف مبارياتهم بتلاقي غير المستوى الفني والمستوى البدني اللي ثابت وبيبقى في ازدياد، في تركيز وفي اصرار وفي روح للنادي الاهلي موجوده في الفريق بشكل قوي جدا، وده الحمد لله اللي كان بيحسن. يعني انا يمكن حضرت لهم مباراه نهائي كاس مصر مع سبورتنج، مباراه كانت صعبه جدا، كانت معظم فترات المباراه كان سبورتنج هو اللي سابقنا، بس هم فعلا لحد اخر ثانيه بيلعبوا روح النادي الاهلي، وده اللي حسم اللقاء يمكن في الاخر. وبرضه في نفس الوقت يعني موسم صعب، لان احنا بنلعب من غير جماهيرنا وبنلعب بره، فدي برضه ظروف يعني مش سهله على اي حد يحقق النجاحات دي، فده يحسب ليهم طبعا. بالنسبه لك يا دكتور محمد، وجود جماهير النادي الاهلي بيصنع الفارق يعني؟ طبعا طبعا، رقم واحد، وفي كل الالعاب يعني في الكوره بس، احنا في كل الالعاب بنحتاج جماهير النادي الاهلي، هم بيأثروا بصراحه في الحضور دايما لما بيبقى فيه يعني امكانيه ان هم يحضروا، وده اللي بنتمناه يعني في الصاله الكبيره، ان هم هيفرقوا جدا مع النادي الاهلي، خصوصا بقى ان الفريق السله مثلا عشان يستخدموا على بطوله عربيه قويه، بطوله افريقيه قويه، نعم اكيد الجماهير هتبقى عامل حاسم فيها يعني، اتمنى وجودهم باذن الله معانا باذن الله. بس برضو الجمهور النادي الاهلي صراحه حاسين دعم مجلس اداره النادي الاهلي، وجود حضرتك في المباراه النهائيه لكاس مصر وايضا بعض المباريات الاخرى بيدي دعم، والفرقه حاسه ان مجلس الاداره في ظهرهم. والله محمد، احنا من اول يوم كان كابتن الخطيب حاطط يعني تركيز قوي، مش بس مع الكوره، مع كل الالعاب النادي الاهلي، ان احنا نبقى في يعني نديلهم الدعم يكون في ظهورهم لحد ما ان شاء الله يحققوا النجاحات اللي احنا يعني بنتوقعها منهم.
والحقيقه فريق الباسكت لا يعني ما خذلش ولا جماهير النادي ولا كوتشات النادي، كان على اعلى مستوى وحقق الحمد لله 100% من نجاحه، وده دورنا يعني. احنا اقل حاجه ان احنا نكون موجودين حتى معاه معنويا، يعني دي حاجه اقل حاجه تستحقها ابو جامد يعني. ويستحقوا الصراحه التتويج. كابتن ايهاب الالفي بقى عايز يتكلم حضرتك يا فندم. طبعا انا يعني بصراحه هو أقول الدكتور محمد سراج ولا باشمهندس محمد سراج ما شاء الله عليه، هو ألقابه كتير ما شاء الله، هو قريب مننا جدا، وحتى هو خارج المجلس هو متابع وقريب. أنا بشكره إن هو يعني حتى هو بره المجلس هو مهتم ومتابع، وفعلا هو أهلاوي حتى النخاع مش عشان هو عضو مجلس إدارة. في كل بطولة كان بيهني بيكلمني ويهني البنات كل يعني قبل الماتشات الفاصله او الحاسمه، وبعد البطوله ما كانش لو ما كانش يقدر يكون موجود، ففعلا بيكلمنا انا بحييه وبشكره، وده دعم طبعا من كل المجلس. انا هو بيمثل المجلس، اي حد من اعضاء المجلس هو بيجي بيمثل المجلس بالنسبه لنا، لكن باشمهندس محمد يعني من الناس القريبين لينا فعلا في الباسكت وقريب من قلبنا، فانا بشكره ان هو على طول متابع ومتواجد، ويا رب دايما ان شاء الله كل بطوله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ايهاب، وده اقل حاجه حقيقه احنا نقدر نعملها، واحنا كلنا بنتابع ان شاء الله في الفريق، وبنتمنى لكم يعني يا رب المزيد من النجاح والتوفيق والبطولات القادمه. انتوا مقبلين على بطولات مش سهله، بس برضه الفريق بتاعنا الحمد لله مش فريق سهل، فريق قوي وفريق صعب، فان شاء الله زي ما حققتوا النجاحات دي السنه دي هنامل ان شاء الله تحققوا اكتر من كده يا رب باذن الله في الفتره الجايه. واستمروا في دعمهم كده دايما يا دكتور محمد، وبرضه بحيي حضرتك وكل مجلس الاداره الصراحه، المنظر اللي احنا شفناه في ماتش تكريم حسام غالي امام اياكس، وكل التوفيق ان شاء الله للكابتن حسام البدري والنادي الاهلي في اللقاء القادم امام كامبالا سيتي. شكرا لك، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد سراد مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان حريص صراحه انه يخش معانا مداخله عشان يهني البطلات. كابتن هلا، السنه دي موسم بالنسبه لك برضو يعني استثنائي، هل متوقع ان انتوا برضو تاخدوا كل البطولات دي؟ يعني احنا من اول يوم وكابتن كان حاطط بروجرام، وزي ما حضرتك قلت كان حاطط لكل جوب يعني حد متخصص، ما كانش بيخلي حد يخش في شغل حد. فاحنا من اول يوم واحنا حاطين تارجت بالذات الدوري ان احنا كنا عايزين نكسبه، عشان السنه اللي فاتت خسرنا بعد مباراه فاصله مع سبورتنج بعد ما كنا كسبانين كل الماتشات. انتوا كسبتوهم السنه دي؟ الحمد لله. احنا لاعبين 58 ماتش خسرانين 2 بس. 58 يعني نسبة جميلة جدا، كويسة جدا الحمد لله طبعا. فاحنا من اول يوم واحنا مركزين هناخد كل بطولة لوحدها، فاحنا دخلنا بطولة المرتبط بعد كده الحمد لله كسبناها مع 16 سنة طبعا، بعد كده بطولة المنطقة كسبناها، كاس مصر الحمد لله كسبناه، وبعد كده الدوري الختام طبعا هو اهم بطولة بالنسبة لنا، عشان كنا عايزين نرجع الدوري تاني يعني والكاس تاني لنادي الاهلي بعد غياب 11 سنة. طب حاسه ان انتوا التواصل ما بينكم يعني الكيمستري اللي ما بينكم بقى كلاعب كسكواد فريق يعني بعيد عن الكابتن ايهاب كمدرب له دوره والجهاز الفني، اتكلمنا على دوره، انتوا بقى ادواركم ما بينكم وما بين بعض يعني وجود جنة وجود دينا وجود باقي اعضاء الفريق كله، عشان طبعا ما ننساش حد يعني كلهم لهم كل الاحترام وكلهم ابطال، يعني كنتوا بتتواصلوا ازاي مع بعض طول السيزون؟ احنا عندنا غير الجروب بتاع الجروب بتاع الفرقه اللي فيه الكباتن، احنا لينا الجروب بتاعنا واتساب تاني جروب لوحدنا، فاحنا على طول احنا 24 ساعه شغالين عليه، يعني غير ان احنا اصلا اصحاب، واحنا غير ان احنا كبرنا مع بعض، يعني مواليد 93 مواليد 94 مواليد 95 6 كلهم كبروا مع بعض من تحت 16 وتحت 14 كده، من ميري باسكت او من ميكرو كمان، فاحنا اصحاب بقالنا كتير قوي قوي. فاحنا احنا البوند بتاعتنا الحمد لله كويسه جدا جدا جدا، بالعكس ده احنا قربنا من بعض اكتر بعد كاس مصر، احنا قربنا من بعض اكتر عشان كاس مصر، عشان احنا قلنا الدوري بقى احنا لازم نعمل كل حاجه، وعشان نجيب نرجع الدرع تاني او نرجع الدوري تاني النادي. احنا طبعا بعد المجمعه الاولى كانت نوره طبعا واحده من الناس اللي شايله طبعا، كانت وقعت وما كانتش هتكمل معانا، فدي كانت حاجه صعبه علينا، بس طبعا جنة ونادين كان كمان عندك برضو عندكم
في بعض الماتشات يعني بتحصل كده، مش عايز اقول اكسيدنتس، فجاه بتبقى بتجي لك انت، يعني سمعت انت تعبتي تعب كبير جدا قبل ماتش. قبل ماتش سبورتنج، قبل ماتش سبورتنج ما صحيت بطني كانت مقلوبه وحرارتي كانت 40 وما كنتش عارفه انام ولا اعمل اي حاجه. بس طبعا دكتور هيام فجاه كده ولا اكلتي حاجه؟ كنت قايل للكابتن هيام بس طبعا انا اكلت حاجه بقى فبطني قلبت خالص. بس دكتور هيام الصراحه يعني بجد كانت بتنام معايا وبتصحى معايا، يعني انا انام هي تنام، انا اصحى هي تصحى. فهي صراحه هي خدت بالها مني لحد قبل الماتش، وكابتن هيب كمان كان على طول معايا، والفرقه كلها كانوا بيعملوا لي الاكل، انا جالي اكلي لحد عندي واكلوني فوقي. عايزه تمدي بقى المطبخ. والله كان ثاني يوم كمان انا تعبانه يا جماعه. استنتاج الفرصه من اللي بيعملوا لك اكل. بيبوصوا طيب ولا لا؟ طبعا ساعتها بقى ابتدوا يبوصوا، قبل كده كانش بيبوصوا. لا كان لا من اول السنه بيبوصوا بس. فهم حتى على الجروب كانوا قايلين ان انا كنت نايمه في اوضه الدكتوره، فهم قالوا يا جماعه بليز ما حدش يخش على اوضه الدكتوره. كانت كابتن مشيره كانت قايله لهم يا جماعه ما حدش يخش على اوضه الدكتوره عشان هاله كانت تعبانه وما نامتش من امبارح يعني. بس يعني فطبعا خوفهم عليا ده، انا اصلا انا فعلا كنت تعبانه في اول الماتش، بس الحمد لله يعني اخر الماتش ركزت الحمد لله كسبت. انا عايزك تعلقي لي كده على المنظر اللي موجود دلوقتي للمشاهدين وفرحتكم وانتم مبسوطين وبترقصوا، يعني برضو ما حدش هيقدر يوصف الاحساس ده زيك، يعني زيكم انتوا كلاعيبه يعني. اكيد حاجه يعني ما تتوصفش، يعني اكيد حاجه جميله جدا. يعني احنا ما كناش مصدقين، احنا من قبليها اصلا بيوم احنا كسبانين، يعني احنا مخلصين الدوري من قبليها بماتش، فاحنا من قبليها واحنا بنحتفل، رجعنا الاوتيل بنحتفل، نطينا في البول بنحتفل، ما نمناش تقريبا، بس كنا برضو بهدومنا ما انا حسيت على طول ده الاحتفال اللي ومن تاني يوم يعني فضلنا نحتفل، وفي نفس الوقت قلنا الماتش هننزل الماتش اللي هو الاخراني بتاع الجزيره، احنا هنلعب جامد عشان نقول الناس كلها اللي كانت بتتفرج لا احنا اهو واحنا بطلات الدوري. وطبعا يعني حاجه ما تتوصفش يعني. انت رقمك 74؟ ليه؟ الرقم ده مميز يعني عن جمهور النادي الاهلي. عشان الجماهير؟ اكيد. دي حاجة يعني أكيدة عشان الشهداء. ربنا دايما كده يا رب يرحمه إن شاء الله. دكتور مشيرة، النادي الأهلي دايما بيبقى مميز في الإدارة، وإدارة الفريق من أهم العوامل لأي فرقة في أي رياضة إن هي تبقى مميزة. طبعا السنة دي عندك سيزون صعب جدا، معاكي لعيبة كتير، كله في منهم اللي بيشتغل وفي منهم اللي بيدرس وفي يعني عندهم ارتباطات غير الرياضه، ازاي بقى قدرتي بقى توفري المعسكرات وتظبطي كل الكلام ده، خاصه ان انتوا ما شاء الله يعني كميه الكاسات انا عايز اخدها وانا مروح. لا هو بالظبط هو كان سيزون طويل جدا، بس كابتن ايهاب بيبقى عامل البروجرام بتاعه وبنمشي ستيب باي ستيب كده، وبعدين فكل عامل لي زي اجنده كده بالمعسكرات اللي هو عايزها، فبتبقى معظم المعسكرات قبل الفاينل في الدورات المجمعه. بيحب يروح يتمرن على الملعب نفسه. لازم نتمرن فيه تمرينتين على الاقل، لو لقينا اوقات تانية متاحه بنعمل كده عشان كمان ياخدوا على ارض الملعب والشوتينج يتعودوا على الارضيه ويتعودوا على الجو. في صعوبات واجهتك وانت بتوفري كل الامور دي بالنسبه لهم؟ لا خالص خالص، يعني لا حتى في الدوره المجمعه الاخيره قابلتني مش يعني حاجه كده، وانا بعمل بفنش الفاتوره صراحه في النادي في النشاط الرياضي خلصوها لي على طول وبعتوها لي كمان مع الباص وخلصت. لا ما فيش حاجه الحمد لله رب العالمين. يعني النشاط الرياضي لا لا كده كده مش هيبقى عندك مشكله في التجنيد فيعني لا ما عنديش تجنيد. لا 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 فيش لا لا ما فيش. حتى التفارقات بتاعه الجامعات برضو بنعملها قبلها بفتره، يعني اول ما بيجي الجدول من الاتحاد بالتواريخ بنعمل تفارغات للجامعه والمدارس عشان يبقى كله جاهز. جنى انا عايز اعرف ذكرياتك مع الماتشات، انت في ماتشات كده اكيد ليها ذكرى عندك، سيزون طويل وفي ماتشات كتير، بس في ماتش بيبقى انت مش هتنسيه يعني. طيب عقبال ما تفكري ناخد هالة طيب.
لا هو طبعا كان ماتش سبورتنج بتاع الدوري، هو ده صراحه كان يعني لا كان ذكرى، لان حضرتك كنت تعبانه فعلا جدا. كابتن هيبه كان حتى بيقول لي هو ما كانش هيلاعبني اصلا، لان احنا كان حتى عندنا فرصتين كمان، لان لو باتشر لو كنا خسرنا كنا هلاعب الجزيره، لو كنا خسرنا كنا هلاعب سبورتنج تاني. فهو قال لي لو انت فعلا تعبانه لا قولي لي وانا مش هلاعبك. بس فهو ده كان اللي هو لا بس انت كنت عايز تلعب. لا هو انا كنت هلعب يعني، هو الدكتور حتى يعني كل شويه كل تايم اوت كل وانا في الملعب وانا بلعب تنده عليا انت كويسه، اللي هو انا كويس انا مش كويسه بس انا كويسه انا مش كويسه بس انا كويس. فاللي هو بس حب النادي الاهلي هو اللي طب وحب ان انا فعلا كنت عايز كان لازم يعني كنت عايز اكسب، كان لازم موجوده مع الفريق. انت ماتش سموحه الماتشات الصعبه عليكي؟ دي حقيقه. ليه؟ لان هم عندهم سنتر طولها مترين وحاجه ما شاء الله، وهي بتلعب في البوزيشن بتاعي يعني انا اللي لازم امسكها وانا مهمتي يعني ننزل امسكها بس. فطبعا هي ماتش من الماتشات الرخمه جدا طبعا. يعني قدرت ان انت اسال كابتن هيب لا كاس لوحدها في الموضوع ده كابتن هيب. لا لا فعلا لا جنة ما شاء الله يعني بصراحه اخر دورتين فاجئتني يعني لعبت يعني فوق امكانياتها ولعبت بروح وقلب فعلا كبير هي ونادين وزينب، لان انا احنا عندنا يعني خمسه طوال بالاضافه بقى لريم اشرف بتاع 18 سنه اللي بعد ما نوره اتصابت لعبت معايا الدور المجمع الاخيره. كان عندنا فعلا مشاكل. اول مشكله هي اصابه نوره. اصابه نوره كمان بص فاروق، اصابه نوره مش اصابه بس عضليه، اصابه كمان اثرت نفسيا جامد جدا. انا فعلا كنت قلقان منهم لان هم مرتبطين ببعض جدا. هم اول ما نوره اتصابت جوه الجيم كله وشه في الارض وكله زعلان وكله متضايق. كان ماتش سبورتنج اخر ست دقائق باقي ست دقائق وبونت لينا ونوره اتصابت. الفرقه بصراحه كلها زعلانه كلها متضايقه، بس هما يعني اتكلمت معاهم وان شاء الله نوره تبقى بالموضوع بسيط ونلحق. لازم نعدي نخلص دوري اسكندريه، الماتش ده مهم وكانوا فعلا على قد المسؤوليه ورجاله. دي كانت اول مشكله. المشكله الثانيه هلا لما تعبت في الجيم، يعني قبل جيم سبورتنج الجيم ده بالنسبه لنا فاينل، فتعبت جامد جدا والدكتور ريهام قالت لي هي تعبانه ومش قادره تلعب. الفرقه اتاثرت اكتر نوره وهاله، فالموضوع هيبقى صعب. انا بصراحه بحيي هاله لان انا عارف ان هي كانت تعبانه، وانا فعلا كنت هاخد قرار ان هي ما تلعبش خالص عشان تقدر نكمل بعد كده، وانا عندي ثقه في الموجودين. بس هي ان هي تلعب وهي تعبانه وهي واخده ثلاث حقن واخده انتيبيوتيك مرتين ثلاثه، دي شخصيه النادي الاهلي حتى. هي دي روح النادي الاهلي، يعني هي دي روح النادي الاهلي وهي دي روح اللعيبه. وهي والله مش بنقول كده عشان احنا في القناه، لا هي فعلا هي كانت نايمه مع الدكتور ريان في الاوضه. البنات كل ثلاث دقائق كوتش هيعمل ايه؟ كوتش هيعمل ايه؟ ايه الاخبار؟ قلت لهم يا جماعه دي، قلت لها عملت لهم ميتنج فردي اول مره اعمل الموضوع دوت من يعني من قبل ما ابتدي يعني بعد ما ابتدي التدريب اول مره. الميتنج كان على طول جامعي. لما حصل لي مشكله نوره بعد كده هاله ورا بعض جات لي فكره ان انا اتكلم معاهم نفسيا شويه، اعمل اعداد نفسي لكل واحده لوحديها. قلت لهم ما حدش يقول انا قلت لكم ايه، بس طبعا قالوا لبعض يعني هم كانوا مستنيين بعض من هنا. الواتساب بيشتغل بعض في كله عايز يعرف يتقال عليه ايه اللي بتاعه واحد ده كلنا عارفينه. بس بصراحه انا توفينا عند ربنا ان فعلا نزلوا مركزين قوي وبيفايتوا على الدوري زي ما احنا كنا يعني اتوعدنا. فعلا نوره يعني هاله وجنه ونور وزينب وريم اشرف مش عايز اقول عوضوا غياب نوره، لا انا حسيت ان نوره كانت موجوده في كل الماتشات. فعلا ادوني احساس ان كوتش نوره موجوده وزياده. نور احنا ناقصنا لعيبه مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا نوره موجوده وزياده. فالحمد لله هو ده النجاح، هو يعني دي البطولات. ناخد من حضرتك وروح لجنة، حاسه ان انتوا بتكملوا بعض؟ اكيد يعني حتى في ستايل اللعب؟ طبعا طبعا كل بوزيشن
في كل واحد بيلعب بطريقته، امتى حد شوتر، فكابتن ايهاب عارف ان التايم ده هنحتاج الشوتر، فهي دي الشوتر هتنزل تشوت هنفضيها على الشوطه، امتى ماتش محتاج ديفنس هينزل حد يعمل ديفنس، امتى ماتشات هيبقى حد عايز حد سريع زي هاله هينزل هاله تخلص الدنيا، خدي الكوره العبي 1 ان 1. فطبعا كل واحد لينا ليه مهمه ودور، ازاي يعني دوره وهو عارف دوره بينزل يأديه، ولو احنا مش بنكمل بعض اكيد ما كناش اكيد طبعا في حاجات في بعض الاوقات لما بيبقى في لعيبه بتحس ان انا عندي الحته الفلانيه واللعيب او زميلي عنده حاجه ثانيه بتكملني، مثلا انت هتعملي ريباوند ومحتاجه حد سريع، بس محتاجه هلا لو تعبانه بقى مش عارفين هنعمل ايه، تعبانه بس الحمد لله بتلعب. هي في الماتش بجد كانت تعبانه بس بجد كانت بتطلع كل عندها. يعني دكتور كابتن مشير، مش هقول بقى دكتور مشيره، كابتن مشيره، في ماتشات انت اكيد وانت قاعده بره بتستمتعي بيها؟ الدورات المجمعه بصراحه يعني ما شاء الله كانوا هايلين هايلين هايلين، وكانوا بيلعبوا بروح حلوه جدا، وكان احلى ماتش عندي بالنسبه لي اللي هو بتاع الجزيره، ان احنا كده كده خدنا البطوله خلاص اوريدي، بس شكلنا حلو جدا جدا في الملعب، والبنات مصممين ان هم يكسبوا وبفرق، مش مجرد مكسب وخلاص او احنا كده كده خدنا الدوري، لا لا لا، كان من اول دقيقه بصراحه هم بصراحه من السنه اللي فاتت وهم ناويين ان هم ياخدوا ان شاء الله الاربع بطولات، يعني التارجت ده اصلا كان موجود عندهم من السنه اللي فاتت. بتحس يا كابتن من بدايه فتره الاعداد كده بيجي لك احساس هم هيعملوا ايه السنه دي، صح؟ هم واخدين القرار من السنه اللي فاتت، لان الماتش فعلا بعد الفيصل اللي خسرناه ده اتضايقنا جدا، ان احنا تعب السنه كله احنا كسبانين الماتشات كلها ما عدا الماتشين دول، فهم دول اللي ما خدناش بيهم البطوله، فهم كانوا واخدين القرار من السنه اللي فاتت، لا ده السنه دي باذن الله الاربعه تارجت موجود. ده ماتش سبورتنج ده، ده ماتش الجزيره، ده ماتش الجزيره، ماتش الفاينل اللي كانت هلا تعبانه فيه، ده اللي كانت هلا يعني كملت تعب فيه. هلا بتفصلوا ازاي من المعسكرات الكتير والتمرين الكتير وفجاه بيبقى عندكم ماتشات، بتفصلوا ازاي؟ بتعيشوا حياتكم العاديه ازاي؟ الناس كلها عايزه تعرف يعني. لا والله هو احنا على طول يعني على طول، حتى واحنا خارجين احنا عارفين ان احنا ما ينفعش نفرهد عشان بكره في تمرين، ما ينفعش، وكابتن ايهاب بيميك شور كل تمرين بكره اجازه يا جماعه، بس ما حدش يروح يفرهد، ما حدش يروح يجري، ما حدش يروح يعمل، فاحنا على طول بنبقى عارفين ان احنا هنخرج وننسى الباسكت شويه، بس احنا كده كده عندنا تارجت، احنا كده كده عندنا تمرين، فما ينفعش اجهد نفسي عشان انا عندي تمرين وعندي بطوله وعندي ماتش، فاحنا كنا عارفين احنا بنخرج بنعمل كل حاجه، بالعكس يعني في ناس عندها دروس، احنا عندنا اتنين في طب وعندنا اتنين في هندسه وعندنا في اي سي وعندنا اكاديميه بحريه، وفي ناس تشتغل وفي بس وفي ناس متفرقه، فاحنا عندنا كل حاجه، عندنا ميكس غريب، فكل واحد لا التايم مانجمنت طبعا دي اهم حاجه، واحنا كلنا بنعرف ان تايم مانج الا كده، لان بالعكس ده كان في الدورات المجمعه دي كمان كان كل الناس اللي عندها امتحانات كانوا بيروحوا الامتحانات ويجوا لنا على الماتشات، مثلا ساره كان ساره مغربي في الاي سي كانت بتروح وتجي لنا على الماتش وتخلص، وهي ساكنه في التجمع والماتشات في اكتوبر، كانت تروح الجامعه الصبح تخلص وتيجي، ما يعني المشوار ده صعب ممكن لا بالعكس دي كانت بتيجي يوم اول ماتش وتاني ماتش كانت متاخره، بالعكس هي جت متاخره واحنا كنا كل شويه كابتن جاد كلم صوره كلم صوره، بالعكس هي جت وكانت متاخره ولعبت احسن ماتشات، فاللي هو اتاخري كل مره كل يوم اتاخري يا صاحبي، عشان اتاخرت بقت كويسه الكلام ده صح؟ دي حقيقه يعني احنا رحنا لا بقول لك ايه تعالي ماتش سبورتنج متاخر يعني عشان تكملي كده. طب الماتش اللي انتوا كنتوا مستمتعين بيه يعني وانتوا بتلعبوا حاسين ان انتوا لا كل واحد فيكم فايق وبيلعب احسن مع سبورتنج طبعا برضه هو كلكم عشان احنا بنجهز نفسنا قوي لماتش سبورتنج اللي هو لا هو ده الماتش هو ده اللي هيخلص كل واحد بيبقى مركز قوي عارف يعني حتى كابتن ايهاب دايما في الميتنج بيقول لنا انا مش هكلمكم قبل ماتش سبورتنج عارف ان احنا قد المسؤوليه وان احنا بجد هننام بدري مش يعني هنعمل كل حاجه مفيده لينا ان احنا ازاي ننزل نادي احسن حاجه عندنا. انتوا عارفين طبعا كل النجمات بقى اللي موجوده في 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 ازاي نلعب عليهم كلموا بعض قبل الماتش طبعا هنكسبكم لا 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 لا, لا مش الدرجه دي لا ولا قبل الماتش لا لا ولا انتوا في الملعب لا وعلى فكره هم فيهم كتير صحابي لا يعني هم فيهم صحابي بس لا يعني ما بنتعاملش في الماتشات عشان ما يحصلش كلاشز يعني ما بيحصلش يعني ممكن يعني برضه في حد بيبقى ستايل لعبه انه يطلعك بره الجيم يضرب الكلام ده بيبقى موجود؟ طبعا بتتعاملي معاه ازاي؟ اكيد بقى
ببقى بارده. بتحاولي على طول تبقي كابتن ايهاب بيبقى طبعا صوته عالي فبيوصل. احنا عارفين صوتي جدا والله ما بيزعلش بيقول لي بالراحه. يا كابتن ايهاب صوته بيوصل لنا هنا في القناه. هو بس بيتنرفز بس. لا بس النرفزه دي بتجيب نتائج. لا بتجيب فايده والله النرفزه. اه لا هي كل حاجه بتجيب نتيجه بس احنا بنبقى عارفين. عشان ده بالنسبه لك صعب لان انت قاعده جنبه. حطيتك بقى ايه. لا لا بس هو الصراحه كابتن ايهاب مش بيزعل عشان هو يعني هو كان بيقول لي عشان الحمد لله يعني غلطاتي قليله جدا فهو ما بيزعليش. بس انا حتى لو هو زعق لي انا متعوده اصلا عشان في امريكا هم في امريكا ما بيتكلموش بصوت واطي اصلا. فهو كل حاجه عندهم زعيق فهم كانوا معلمينا في امريكا ان ما تاخديش الصوت العالي خدي الكلام. فانا كنت مهما الصوت كان عالي من كابتن ايهاب بالعكس هو كذا مره. كان عندك سكولرشيب هناك؟ اه كان عندي فول سكولرشيب سان بيترز في نيو جيرسي. نيو جيرسي بيحبوا الباسكتبول كانها حياتهم. يا نهاري. اه طبعا بالذات الحته بتاعت الايست كوست. لا اه الباسكتبول بالنسبه لهم زي كره القدم عندنا كده بلس الفوتبول والبيسبول. فهم الباسكتبول عندهم حاجه مقدسه جدا 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 بنات ولاد اي حاجه. فان انا كمان اخد سكولرشيب من هنا في مصر ان انا اجي ريكروتد يعني ان انا اروح امريكا كانت حاجه حلوه جدا. طيب استفدت ايه بقى من تجربتك هناك؟ استفدت حاجات كتير طبعا ان انا خدت فول سكولرشيب ان انا اتعلمت كويس ان هم هناك ان انت لازم في امريكا لازم تتفوقي عشان تلعبي. انت ما يعني انا لو ما تفوقتش في دراستي مش هلعب يعني انا لازم اجيب جود جريدز عشان العب. لكن هنا لا هو هنا احنا في ناس بتسقط وناس بتعوض ناس بتعمل ميك اب عشان هم لا انت تلعبي باسكت تلعبي باسكت تخشي جامعه. دافع معايا الكلام ده؟ دي حقيقه بجد لان هنا بجد بنتبهدل. طب انا هطلب منكم طلب انتوا الاثنين بما ان انتوا يعني نجمات الفقره ديت ان انتوا تطلعونا فاصل عشان نستقبل بقيه. نبص كده الكاميرا ونقول هنطلع فاصل وهلا تقول ونرجع ونكمل كلام فاصل فاصل ونعود. لسه مكملين مع حضراتكم واحتفاليه سيدات النادي الاهلي الدرجه الاولى ابطال كل البطولات هذا السيزون سيزون استثنائي. شرفني واتشرف مع حضراتكم باستقبال بقى باقي النجمات كابتن هبه عبد الرحمن. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. مبروك قناه الاهلي. منوره حضرتك. يعني ما شاء الله كسبت كتير. اه الحمد لله. ايضا كابتن زينب الزيني. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مستعده للكاسات الكتير دي كلها؟ الحمد لله. طيب السيزون بقى كلمينا عليه. طبعا هو كان طويل جدا بس احنا تعبنا فيه قوي من اول السنه واحنا متفقين ان شاء الله ان احنا هناخد الرباعيه. كابتن ايهاب كان دايما بيقول لنا ان اهم حاجه ان احنا نعمل كل اللي علينا وفي الاخر ربنا هيكرمنا. في الاخر يعني ده مجهود تعب سنه كامله وفي الاخر كسبنا رباعيه بقى الحمد لله. كسبنا رباعيه بقى الحمد لله بقى. خدنا الكاسات بقى الحمد لله. كابتن هبه يعني ازاي قدرتوا تجددوا دوافع ان انتوا عايزين تكسبوا كل بطوله؟ يعني انتوا مثلا ليه بعد ثلاث بطولات قلتوا لا كفايه كده وخلاص ما مش لازم احنا نكمل في اللي بعديه؟ والله احنا كنا دايما عاملين حساب ان احنا لازم يعني نكون الاول في كل حاجه. دايما احنا متعودين في النادي الاهلي من ساعه ما بدانا في النادي لغايه ما طلعنا فيرست تيم ان احنا الاول في كل حاجه. فالحمد لله كمان كابتن ايهاب كان بيجهز لنا بقاله سنتين. احنا بقالنا سنتين مع كابتن ايهاب فهو كان بيجهز لنا ان احنا ان شاء الله البطولات دي بتاعتنا وبعد كل بطوله كاننا بنبدا سيزون من اول وجديد. ما كناش بنريح ما كناش بنقعد ونقول خلاص احنا كده كسبنا بطوله لا كنا بنبذل مجهود اكبر بكتير بعديها. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا بيهم الحمد لله. كابتن ايهاب تجديد الدوافع بالنسبه للعيبه او اللاعبات بيبقى امر صعب برضو يعني حضرتك انك كل بطوله تجدد دوافع بالنسبه للاعيب ولاعيب بروفيشنال وممكن يكون حاسس ان هو تشبع بالبطولات.
والله انا هم ساعدوني كتير جدا، وهم كواليتي صراحه يساعدوا اي مدرب عشان اكون صريح يعني. هم يعني بيرسوناليتي كمان مختلف على طول، هم اي ادفايس او اي توجيه ليهم او اي نصايح بيستوعبوها بسرعه جدا، فهو ده سبب التطور يعني. عشان الحمد لله في اجتهاد وعدد ساعات تدريب وزياده وتعب وتخطيط وتعب كبير، لكن هم من صغرهم هم ابطال النادي الاهلي في مراحلهم السنيه. مجرد بس ما ان هم حسوا ان النادي الاهلي لا ما ينفعش احنا غياب بقالنا كتير، ما ينفعش سبورتنج يبقى متربع على عرش الباسكت بول سيدات في مصر كتير كده، بقيت اشتغل على الموضوع ده كابتن فاروق، ان انا لازم ابث فيهم روح الفنانه الحمراء وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. والحاجه بقى الثانيه، احنا دايما هم حتى حافظين، هم احنا عندنا دلوقتي اصرار على المكسب، احنا ممكن نكسب بس في اوقات بحس ان هم مش مصرين، لا لازم نصر على المكسب، دي شخصيه النادي الاهلي، بدليل ان هم كسبوا اخر يعني 3 4 مباريات في اخر 5 ثواني، ومنهم ماتش الشمس السنه اللي فاتت يعني بازر بيتر هاله جابتها في اخر ثانيه. فدي يعني ستيب باي ستيب كده بدات اشتغل معاهم نفسيا، وزي ما قلت لك احنا عملت الاجتماع الفردي ده شويه. انا الحمد لله بحب علم النفس جدا الرياضي، وخدت يعني في كورس كويس في اهم العوامل السايكولوجيكال فاكتور ده يعني حاجه من الحاجات اللي في كل الرياضات يا كابتن مش بس في الباسكت يعني. يعني الحمد لله انا كمان بحبه يعني كمان، فانا بدات اشتغل معاهم فرديا شويه في موضوع العلم النفس الرياضي شويه، فالحمد لله استجابوا بسرعه جدا جدا جدا، وفعلا انا لقيت طبيعه البنات مختلفه عن الولاد في الموضوع ده، هم بيتاثروا جدا 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 والتطور عندهم اسرع شويه من الولاد، بلس ان احنا هم مش شبعانين بطولات، هم كل بطوله هاخد كلام كابتن محمود الخطيب برضو نفس الكلام يعني هكرره، ان كابتن محمود لما كرمنا كنا لسه واخدين البطوله، قال يا جماعه انتوا عملتوا التاريخ، فاحنا ست يعني لسه امبارح كابتن الخطيب، فقال خلاص التاريخ كتب ان انتوا ابطال المرتبط، ايه خلاص اللي بعده، فخدت ده بقى رولز عندنا، بنخلص بطوله خلاص احنا خلصت انتوا ابطال المرتبط. هنا اللي بيفرق يا كابتن مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل الفرق الثانيه كل الانديه الثانيه، ولكن النادي الاهلي وانس البطوله اتاخدت فرحه في وقتها، في وقتها ثاني يوم التاريخ خلاص انتهى، بنتكلم في الجديد، بنتكلم في الجديد، ده اللي انا عملته معاهم، خدتوا المرتبط قلت لهم مبروك خلاص هتفرحوا، القناه مشكوره بتعمل لكم تكريم كل مره ومسانده غير طبيعيه، مجلس اداره على طول على تواصل معانا ومع النشاط الرياضي، ف خلاص خلصنا اللي بعده، فمستنيين اللي بعده، واحنا النادي الاهلي مهما عملته وخسرنا بطوله هتلاقي الدنيا مختلفه. فلا وبديهم امثله بصراحه يعني، انا بديهم امثله بالالعاب الجماعيه الموجوده او الالعاب الفرديه، شوفوا فرقه الفولي ما شاء الله واخدين كل حاجه، واخدين افريقيا عربيه، احنا دلوقتي التارجت بتاعنا بقى افريقيا عربيه، فلازم احنا التارجت بتاعنا يبقى كده. هتعملوا تدعيمات يا كابتن؟ والله نتمنى يعني ان شاء الله ان يبقى في تدعيم السنه دي يعني، هما البنات عندي بيفهموا كلمه تدعيمات فاروق، ان هي احنا يعني هنشرح دلوقتي يعني لا يا تدعيمات الحمد لله احنا هم البطل، هم البطلات، هم اللي خدوا الاربع بطولات، فالتدعيمات هنعلي التارجت وهنعلي سقف التارجت، احنا بنروح لبطوله عربيه وافريقيه، الماتشات كانت كريتيكال كتير جدا كريتيكال، ف لا لما بيحصل تدعيم التدعيم ده لو مش احسن من الموجود النادي الاهلي عمره ما هيوافق ان يحصل تدعيم، احنا بنعمل التدعيم عشان نبقى مور سترونج، يبقى الفرقه ان شاء الله تروح افريقيا بشكل كبير وننافس على افريقيا، هو ده هدفي ان شاء الله السنه دي، ان احنا بطوله عربيه اتليست نلعب فاينل، نفس كلام افريقيا لو استضفناها في النادي الاهلي ان شاء الله احنا نكون موجودين في الفاينل، ما كنتش اقدر اقول الكلام ده السنه اللي فاتت، طلبت بطوله عربيه السنه اللي فاتت ما توافقش وبطوله افريقيه ما توافقش، السنه دي في دعم كبير جدا من كابتن رؤوف النشاط الرياضي واعضاء مجلس الاداره ان شاء الله، انا يعني عندي ثقه كبيره ان هم يوافقوا ان شاء الله يطلع على اعلى مستوى زي ما شفنا في الهاندبول وشفنا في الفولي ان شاء الله، واحنا نقدر ان شاء الله هم يقدروا باذن الله ان هم يفوزوا ببطوله عربيه وبطوله افريقيه ان شاء الله باذن الله، ويجيبوا بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي. انا اطلب بس من زمايلي يجيبوا مشهد البطولات هم بيفرحوا بكاس البطوله وبطوله الدوري بطوله الكاس
الكاس، لان دي من المشاهد المهمه جدا اللي انا هبقى حابب ان انا اخد رايهم فيها، حتى لحد ما زمايلنا يجيبوا المشهد ده. هيبقى السيزون ده بالنسبه لك استثنائي في حاجات كتير، ايه ابرز حاجه كانت بالنسبه لك السنه دي؟ هو انا اصلا كنت سنه فاتت 18 سنه، فدي اول سنه رسميا يعني، بس انا كنت متصاعده، بس دي اول سنه رسميا مسجله فيرست تيم، فطبعا نقله يعني بقى. فاحنا لعب 18 احنا طبعا كل حاجه فيه كويسه، بس هو المشهد اهو. انا برضو معلش هقطع الكلام، انا عايز اخد يعني احساسك، وهروح برضو لزينب تقولي نفس القصه، احساسكم ايه في اللحظه دي؟ يعني حتى بتعملوا احتفال جديد لا هي حاجه جديده طبعا، احساس تاني يعني. احنا كسبت بطولات في الناشئين طبعا كتير الحمد لله، كنا دايما احنا الاول، بس طبعا احساس ان انت تكون لعيب فيرست تيم في نادي الاهلي ده شرف كبير جدا، وان انت تكون جزء من ان احنا ناخد الدوري وسنه كان غايب عندنا 11 سنه، كان احساس الصراحه. بالنسبه لك زين؟ لا انا شايفه ان فرحه الدوري دي حاجه تانيه خالص، الدوري كان غايب بقاله كتير قوي عن النادي، فاحنا كنا هدفنا من اول سنه ان احنا ناخد الدوري، فلما ربنا كرمنا بيه بجد احنا كلنا كنا فرحانين، احنا قعدنا اليوم كله من بعد ما رجعنا من الماتش فرحانين، بنحتفل بالدوري، بطوله جديده علينا، يعني دي بطوله جديده علينا السنه دي، احنا السنه اللي فاتت خدنا 3 بطولات، خدنا المنطقه والكاس والمرتبط، لكن الدوري هو اللي جديد علينا، فكانت فرحته مختلفه خالص يعني. بعدين سبورتنج ما شاء الله بقاله كتير قوي بياخده، فاحنا ما صدقنا اللي احنا خدناه بقى، وان شاء الله هنكمل، احنا هناخده على طول ان شاء الله، ومستقبل لينا بقى ان شاء الله. انت مبسوطه والتيشيرتات اللي عليها الشامبيونز السوداء اللي انت لابسينها وعليها نسر النادي الاهلي؟ طبعا يعني احنا اصلا كنا عاملينها من بعد الدوره المجمعه الاولى، كنا ان شاء الله واثقين ان احنا هناخد الدوري، حتى كابتن ايهاب زعل مننا شويه، لكن احنا كنا واثقين، كنا عندنا ثقه جامده ان احنا هناخد الدوري. ولما بيزعل منكم كابتن ايهاب بتحس ان ده في مصلحتكم؟ طبعا هو خايف علينا يعني، هو ما كانش عايز اللي هو الثقه الجامده دي تخلينا نخسر او نستهتر في ماتش، لكن احنا كنا واثقين وكنا كلنا متفقين ان احنا مش هنفوت ولا ماتش، وكل ماتش هو الدوري، كنا واخدين كل ماتش على انه هو الدوري، فعشان كده ربنا كرمنا يعني، ده مجهود سنه كامله. تركيز صعب بالنسبه لكم في كل البطولات دي؟ طبعا، وكمان الدوري رابع بطوله بتتلعب، فبعد 3 بطولات فبيبقى فرقه مرهقه، فيعني وكل ماتشات جامده. ما حسيتوش بملل في فتره من الفترات؟ اكيد حسينا، بس احنا كان هدفنا واضح من اول السنه ان احنا ناخد الدوري. بتشاركوا بعض في الكلام لما بتحسوا بملل طبعا احنا اصحاب، اصلا احنا اصحاب قوي، احنا اكتر فرقه قريبه من بعض، احنا على طول مع بعض بره التمرين وجوه التمرين، احنا على طول مع بعض، فدي اللي ساعدتنا جامد. نفس القصه يا هبه، بالنسبه لك حاسه ان انتوا اصحاب قوي السن قريب صح؟ دي حقيقه. لا وحتى الكبار يعني بيحتضنوا قوي الصغيرين يعني، احنا برده عندنا ناس بتطلع من 18 سنه، لا ما بيبقاش في فرق ما بين كبير وصغير، كابتن ايهاب كمان عامل ده الصراحه، مفيش فرق. لسه في الجامعه صح؟ انا اولى سنه جامعه. طيب بتوظبي يعني تقدري توفري وقتك ازاي او تظبطي وقتك ازاي؟ انت بتتمرني وهتجيبي بطولات وتجيبي بطولات كتير، عليكي بريشر، نفس الوقت لازم تكملي مستقبلك. اي بس احنا متعودين يعني، احنا دايما متعودين على البريشر يعني، احنا كرياضيين متعودين ان احنا نبقى مالتي تاسك، فدي حاجه ساعدتنا الصراحه يعني. بس برضو كابتن ايهاب كان متفاهم، احنا كانوا بنساعد كابتن ايهاب وكان بيساعدنا، كانوا بيجيبوا لنا جوابات كده يعني. انت احساسك ايه اول ما طلعت الدرجه الاولى؟ هو يعني كان احساس مختلف تماما طبعا، بس انا كنت اصلا متصاعده قبليها. بس انا بتكلم على اول مره صعدتي فيها. لا كان احساس طبعا مختلف جدا يعني، لا لا الفيس تيم حاجه تانية الصراحه، الكوره اسرع في فيس تيم واللعب مستوى المنافس اعلى. طبعا وكبار بقى يعني، في طريقه لعب جديده، طريقه لعب جديده خالص وما لهاش علاقه خالص بالناشئين. دخلتي في جو اللعب بسرعه زينا؟ يعني انا دي تاني سنه درجه اولى، فيعني احنا كابتن ايهاب بقاله معانا سنتين، فهو بيحاول يدخل كل الناس مع بعض عشان كله يعرف يلعب مع بعض، فهو كابتن ايهاب عامل توليفه كويسه قوي بين الكبار والصغيرين، انا شايف ان احنا اصلا ما عندناش حد كبير، احنا كلنا قريبين من بعض في السن، فكمان الناشئين سهل قوي لما يخشوا معانا، فاحنا اكتر فرقه بتساعد ناشئين اصلا، فدي حاجه في المستقبل النادي كويسه قوي، فانا شايفه ان ما فيش يعني كله هيعرف يخش في سيستم اللعب بتاع كابتن ايهاب. واحساس بقى ان انتوا بترجعوا بطوله بقالها كتير غايبه زي بطوله الدوري، كان فارق بالنسبه لكم ان انتوا حسيتوا ان انتوا عملتوا حاجه جديده بالذات في فريقكم؟ لا بطوله الدوري مختلفه خالص عن اي بطوله، فرحتها فرحه مختلفه خالص. احنا السنه اللي فاتت خسرنا الدوري في ماتش فيصل باسكت، فاحنا من ساعه الماتش ده احنا متفقين اللي هو مش هيضيع مننا تاني، واحنا هنمسك الدوري ده السنين اللي جايه كلها ان شاء الله. طب هبه، انتوا في ماتشات كتير بتخلصوها في اخر كوارتر، واخر كوارتر فرق باسكت، يعني بتقدروا تمسكوا اعصابكم ازاي؟ احنا بنبقى هنا على اعصابنا او مشاهدين
اولياء الامور، الجمهور، كل الناس بتبقى على اعصابها، انتوا ازاي بتبقوا ثابتين؟ هو يمكن انا بحس ان احنا اللي بيبقى عندنا الثقه من اول ماتش لاخر ان احنا هنكسب، فدي بتخلينا مش قادرين نشوف حاجه تانية غير ان احنا هنجيب الباسكت، غير ان لا الماتش ده بتاعنا. عمرنا ما فكرنا ابدا ان الماتش هيروح من ايدينا، لان احنا اي ماتش بنخش فيه بنبقى عارفين ان احنا هنكسبه. فيمكن الثقه يعني هي دي اللي بتخلينا مكملين للاخر. يعني الثقه ولا مثلا انتوا حاسين انتوا فيزيكلي اعلى؟ الثقه، وان احنا لا احنا يعني الحمد لله السيزون ده احنا متفوقين على اي فرقه في حاجه كتير قوي. ان احنا اصحاب جدا، وان احنا اسرع، وان احنا في تغيير كده في اللعب، فصراحه احنا احسن كتير من الفرقه التانية صراحه. زينب، بالنسبه لك اصعب منافسين كانوا ايه طوال السيزون؟ اصعب، هو ست فرق طبعا كانوا كويسين، بس اصعب ماتشين بيبقوا سموحه وسبورتنج. بس انا شايفه ان السنه دي احنا كنا داخلين كل ماتش نعمل له الف حساب. كابتن ايهاب كان دايما بيقول لنا ان كل ماتش هو حافظه يعني المحاضرات كانها امبارح. انا حاسه ان بسمع منك المحاضره بتاعه الماتش. عشان احنا بنقعد مع بعض كتير. هي بتضحك. عشان احنا بنقعد مع بعض كتير، ف بنحمس بعض دايما وحافظين الكلام، يعني حافظين كل حد هيقول ايه، فعشان كده اللي بيفرق معانا. فماتش سبورتنج طبعا ماتش تقيل، بس ما بقاش تقيل زي السنين اللي فاتت. وهكذا ماتش سموحه. بتحسوا خلاص ان انتوا اعلى دلوقتي اللي راكبين؟ لا احنا اعلى كتير دلوقتي الحمد لله. تنهاب فعلا يعني المحاضرات زي ما هي. لا ما شاء الله يا زينب فعلا ذكيه. ما هو ده اللي انا قلته، ان هم فعلا لما بياخدوا المعلومه او بياخدوا نصيحه هم فعلا بيستقبلوها كويس جدا، فده اللي يعني ده سبب التطور. يعني من الاسباب الثانيه بقى التطور، اذا هاخد بس كلام زينب فكرتني بصراحه على موضوع الناشئات. يعني موضوع الناشئات احنا عندنا خمس ناشئات بصفه مستمره، وبحييهم وبشكرهم ان هم دورهم والله كان كبير جدا جدا، بالذات في الفتره الاولانيه المرتبط والكاس كان لهم دور كبير جدا والمنطقه. ريمو اشرف دورها كان كبير جدا وكملت معانا. ايناس خالد لعبت كتير جدا معايا. سلمى الشاذلي لعبت. بتول عادل لعبت بس اتصابت في اخر ماتش في الجمهوريه اتصابت. حبيبه حاتم كانت بتلعب اول السنه وجالها منحه دراسيه سافرت امريكا. فعلا الخمس بنات كانوا موجودين، وزي ما هبه وزينب بيقولوا كده هم اصغر اثنين، هم مصعدين من اول السيزون بيتمرنوا، زي ما كانت هبه السنه اللي فاتت مصعده وبتلعب. هم دول من اسباب النجاح واسباب تطور المستوى الكبار. يعني الصغيرين لما دخلوا حصل كومبيتيشن كويس جدا. انا فعلا ما عنديش فرق بين كبير وصغير جوه الملعب، لكن بره الملعب عندي، لكن جوه الملعب ما فيش كبير وصغير. لو الصغير تساوى مع الكبير بالنسبه لي انا هلعب الصغير. لو تساوى يعني المستوى واحد لا انا هلعب الصغير. طب كابتن انا حاسس ان حضرتك عملت ترس او عملت تراك وفي خبرات وفي شباب، وبرضو على طوال السيزون انت بيجي لك ناس عندها سكولرشيب هتجي لك اصابات، لكن قادر ان انت تولف الفرقه كلها بحيث ان انت تاخد منها مردود. الحمد لله. هو ده احنا كنا عندنا هدف، ان انا كان عندنا بنبني الفرقه وفي نفس الوقت بننافس. الحمد لله ما حصل البنى يعني لو البناء في اول السنه اللي فاتت. السنه دي لا لازم يحصل تطور بقى. يعني السنه اللي فاتت كان الصغيرين كتير جدا. الحمد لله توفقت ان انا ارجع على مصطفى السنه اللي فاتت، وارجع ريم موسى. الاثنين خبرات كبيره، الاثنين لاعبات محترفه بالاضافه للخبرات الموجوده زي دينا وسهيله ونور وساره مغربي. مع الصغيرين بقى هبه وتقى وزينب ونادين ياسر وجنه، مش عايز انسى حد يعني، ورانا علاء طبعا. دول يعني عارف مش عايز اقول ثلاث اجيال، لا هو جيل واحد، لان زي ما عرضت كده في الاحتفال البنات بينهم غيره من بعض. انا بتكلم بصراحه البنات عامه في غيره. الفرقه دي اقل فرقه في مصر عندها الموضوع ده، مش بحسه فعلا. روحهم كلها كويسه. اللي بيلعبش طبعا لازم يزعل، بس اول ما وقت الكريتيكال وقت ما بحسش مين لعب ومين ما لعبش، دي ميزه الحمد لله. طول السنه بنلعب ال 12 لاعبه، فكان في بينهم مش عايز اقول رضا كامل بس شبه رضا. كل حد واحده راضيه بدورها بتاديه، وهي بتاخد الفرص. اللي بيتوفق وبيمسك الفرص هو اللي بياخد تايم اكبر وبيكمل. مش بلعب كتير، بحاول اوصل لهم مش بتاعك تتمرن اكتر، محتاج مش بتاعتي بتاعتك انت. انا هدي الفرص، انا هدي الفري تشانس. هو ده اسلوب مميز جدا في التدريب، وده اسلوب الصراحه، وده اللي بيميز كل المدربين. يعني حتى في كل الرياضات التانية
المدرب اللي بيوفر كده كابتن بيوصل لاعلى المراحل بيكتب تاريخ. الحمد لله رب العالمين، كرم كبير من عند ربنا، هم فعلا يستحقوا، لان فعلا هم يعني حاجه تحب تشتغل معاها. انا بصراحه مش اول مره امسك البنات، وما كنتش انترستد خالص ان امسك البنات خالص، وما كنتش راسم في كارير حياتي يعني او تدريبيا ان انا امسك بنات. لما جه الموضوع السنه اللي فاتت كان عندي تحدي بقى ان هم رابع دوري. حسيت ان هم عايزين يثبتوا لنفسك ان هو يثبتوا لك انت يعني ان هم زيهم زي الولاد. هم كتير جدا فعلا، كنت بحس منهم كده فعلا تشالنج كده كتير جدا. وحتى لو سالتهم يعني انا اذكرنا كابتن فاروق كتير جدا في الثمانينات والتسعينات، احنا اخر مباراه في الدوري 91، احنا جايبين 91 بونت، ده مش موجود في يعني نادرا ما يحدث في الاولاد. فده التطور ده والتحدي اللي هم خدوه مع نفسهم دوت، ده اللي خلانا نفرق بالسرعه دي يعني في الزمن البسيط ده او السنتين، ان هم يحصل تطور، ان احنا نيجي كنا السنه اللي فاتت هيد وهيد مع سبورتنج، دلوقتي الحمد لله لعبنا 5-2، احنا لعبنا سبورتنج 7 مرات، كسبين 5 مرات، كسبين 5 من السبعه، يعني فوق ال 80%، دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للسبورتنج. السنه اللي فاتت احنا كنا 4-3 يعني كنا كسبين 3-2 لحد المباراتين الاخيره والفاصل. فالسنه دي في تطور كمان على ارقام، الارقام ان احنا زي ما البنات قالوا لاعبين 58 مباراه بفضل الله، كسبين 56 مباراه، ده رقم رقميه بحته، ده رقم يعني رقم يعني كبير جدا، يعني حاجه كويسه. والواحد انا سعيد ان انا كنت موجود معاهم صراحه، وسعيد بيهم ومبسوط ان هم فعلا كانوا عنده وعدهم وقدروا يرجعوا الاربع بطولات للنادي، يفرحوا جمهور النادي بعد الغياب، ودي اهم حاجه، ودي اهم حاجه ان هم يفرحوا جمهور النادي يا رب. ايه بقى مين يعني اللعيبه المفضله او اللعيب المفضل اللي انت بتحب تشوفيه في الباسكت زمان ولا دلوقتي؟ متفر انا كنت بحب قوي اشوف سهى فكري، كابتن سهى فكري. اشمعنى؟ يعني طريقه لعبها كانت مختلفه، يعني كانت ما شاء الله حاجه، يعني تحب تتفرج على الباسكت، كانت حاجه مختلفه الصراحه ما شاء الله، وكانت شوتر فانا بحب ابص لها في الموضوع ده لان انا بشوط زيها، فكنت بحب جدا اتفرج عليها. بتجيبي 3 بوينتس كتير ولا؟ يعني ان شاء الله لعيبه شويه. طب وزينب نفس القصه؟ انا كنت بحب اتفرج على كابتن رحاب الغنام، لعبها يعني بحبه جدا الصراحه، هو ده الجيل اللي احنا اتعلمنا منه يعني. هو ده اعتقد ان حببكم في الباسكت؟ اه اعتقد ان ده اخر جيل اصلا خد الدوري، ف ده الجيل اللي هو بنتعلم منه. بتحبوا تتفرجوا على الباسكت بتاع الرجال؟ اه طبعا. بتحسوا ان في فوارق شويه؟ في فوارق بس بتبقى فيزيكالي يعني. أيوة ما بتبقاش لا، بحس ان هي بتبقى فيزيكال اكتر. مش باسكت. يعني بتتفرج على الام بي اي ولا لا؟ طبعا بتتفرج على الام بي اي. يعني نص نص. مين فريقك المفضل؟ ووريرز. ده جولدن ستيت ده صح؟ جولدن ستيت. ايوه. لا انا ماليش في الام بي اي قوي الصراحه. طب في مصر؟ طبعا النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا. مش هنهرج يعني. مش هنقول حاجه كده. بنتفرج على اي ماتش موجود للباسكت عشان نتعلم يعني من فريق الولاد يعني. فريق الولاد بيبقى فيه برضو في فتره من الفترات دلوقتي شغال شغل كويس، وفي لعيبه حتى ناشئين طالعين يعني نفس الوضعيه الى حد كبير. حاسين ان انتوا اسره واحده في الباسكت؟ نعم ده حقيقه. يعني حاسين ان انتوا مترابطين قوي وده اللي بيديكوا الميزه؟ احنا في الباسكت فعلا في ترابط ما بين الباسكت كله، بنات واولاد وكده، ف كنا حاسين بده. وبالنسبه لكم كتيم حاسه ان انتوا يعني الترابط القوي ده هو اللي مديكوا بوش؟ احنا قريبين جدا من بعض، احنا كفريق وكجهاز قريبين جدا من بعض، حافظين بعض في التحركات في الملعب جدا. دي حقيقة. يعني حاسين حتى بيبان في الملعب قوي ان في كيمستري يعني. ما هو ده اللي بيديكوا فارق بالذات في الاوقات يعني الصعبه كريتيكال. اكيد اكيد بنبقى عارفين كل واحد هيعمل ايه في الكريتيكال تايم، بنبقى عارفين ان احنا كلنا هنموت نفسنا، بنشجع بعض وعارفين الويك بوينتس وعارفين كل حاجه فينا، فدي كانت مدينا ادفانتج يعني اي فرق. زينب بتحبي انك تلعبي قدام جمهور؟ يا ريت، الجمهور هيفرق معانا جدا، كمان احنا النادي الوحيد اللي في البنات هيبقى ليه جمهور، فده هيفرق معانا جدا يعني. طبعا هو الجمهور بيتعبنا بس طبعا وجوده في الملعب هيبقى مختلف خالص. بتتعبكم في ايه؟
يعني على الفيسبوك والكلام ده، يعني هما بيبقوا عايزيننا ان احنا نكسب واحنا بنتابع الكلام اللي هما بيقولوه. انت قصدك ان الجمهور بيتابعك بيدعمنا؟ بيدعمنا انا سمعتها حاجه تانية. بيدعمنا. طيب دعم الجمهور ده ما بتحسيش ان انت عليكي بريشر ضغط؟ لا مش بحس اللي هو ضغط، بحس اللي هو يعني بيدونا حماس اكتر ان احنا نعمل كل حاجه عشان يفضلوا يشجعونا ويدعمونا. لا يعني بحس ان ده بيدينا حماس اكتر. لا ريت اصلا ريت ترجعوا الملعب كده في الصاله والصوت بقى بيعمل صدى، نفسكم تلعبوا في الحاجات دي؟ ما حسيناهوش، نفسنا نحسه الصراحه. يعني جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنا كلنا هو احلى حاجه في في النادي الاهلي الجمهور. يعني الجمهور دايما بيعمل صوره ما حدش بيعرف يعملها زيه، دي حقيقه، وهو ليه طبيعه خاصه. واحنا من الجمهور برضه، احنا بالظبط احنا من الجمهور ده اكيد. فنفسكم تشوفوا الحاجات دي وتسمعوا الاغاني بتاعتها؟ بالظبط نفسنا صراحه. ساعات بتغنوا الاغاني دي ما بينكم من بعض؟ على طول قبل اي ماتش، ده روتين يعني. ده روتين قبل اي ماتش كلنا. لا لا كابتن دينا عمرو بتشغل الموبايل واحنا كلنا بنغني بقى. يعني كابتن دينا عمرو هي اللي بتتولى حتى الغنى. طب اكيد في كواليس في ماتشات، ماتشات صعبه ماتشات سهله، عايزين برضو نعرف كده كواليسكم في الماتشات بتبقوا عاملين ازاي؟ احنا قبل كل ماتش بنقعد مع بعض نتكلم على الماتش ومين هيعمل ايه النهارده ومين دوره ايه، وكل واحد ليه دور معين بيعمله. فدي بنقعد يعني ده اللي بيخلينا ان احنا نخش الماتش مركزين، كل واحد مركز في دوره، كل واحد مركز نازل هو عارف هيعمل ايه، فده اللي بيقوينا يعني. موضوع ان كلامكم كتير دوت، بتحسوا ان انتوا حتى لو عندكم شحنات مثلا حد متضايق انه ما بيلعبش كتير بتروح؟ اه طبعا احنا اصلا روحنا حلوه قوي مع بعض، فمش بتفرق مين بيلعب او مين ما بيلعبش، المهم ان احنا بنكسب يعني. المهم مين بيجيب باسكت؟ لا ولا مهم مين بيجيب باسكت. ده بالنسبه لكابتن ايهاب. بالعكس ده كابتن ايهاب ديفنس بس. كابتن بيحب الديفنس. طيب احنا هستأذن منكم بقى، طلعوني فاصل عشان عندنا بقى في طرق وفي شغل عالي في النادي الاهلي عاملينه. طب بصوا كده الكاميرا وشوف بقى مين اللي هيقول، وطلعوني فاصل حلو. يلا بقى فاصل بقى ان شاء الله. يلا فاصل بقى.